mein weg als يعني طريقي كممرضه دي وهي الممرضه der الممرض ماينو als نخدر شوله بدات قصتي كممرضه بعد المدرسه بيغان هو الفعل في الماضي يعني بدا يبدا ناخ يعني بعد ناخ دائما تكون بلوس داتيف دي كخانكن شفيستا وهي الممرضة دي جيشيشتي وهي القصة أل كأ. ألس معناها هنا ك ألس كخانكن شفيستا كممرضة إيش هابي مش إنشيدن يعني لقد قررت الفعل هنا هو زيش إنشايدن يعني قرر يقرر فعل انعكاسي بلوس اكوزاتيف اين اوس تسو ماخن يعني القيام بتكوين مهني دي اوس يعني تكوين مهني او تأهيل مهني ام أندرن منشن تسو هيلفن يعني لمساعدة ناس اخرين ام تسو معناها لكي هلفن وهو فعل بلوس داتيف معناه ساعد يساعد in der berufsschule habe ich viele dinge über medizin gelernt die berufsschule وهي المدرسه المهنيه في المدرسه المهنيه تعلمت العديد من الاشياء عن الطب die medizin وهو الطب viele dinge يعني العديد أو الكثير من الأشياء جيلانت هو الفعل لغنن يعني تعلم ما يتعلم في الماضي und auch praktische Übungen gemacht و وأيضا قمت بتمارين عملية دي Übungen يعني التمارين praktisch يعني عملي ich durfte in einem Krankenhaus arbeiten كان مسموحا لي العمل في مستشفى، das Krankenhaus يعني مستشفى، الفعل دورفن من الأفعال المساعدة ومعناه سمح أند und verschiedene Aufgaben können lernen، و على مهام مختلفة، دي Aufgaben يعني المهام، كينن ليرنن فعل معناه تعرف يتعرف، فاشيدن. صفة تعني مختلف. Während meiner Ausbildung habe ich gelernt يعني خلال تدريبي أو تكويني المهني تعلمت während يعني خلال plus genitiv wie man sich um Patienten kümmert كيفية الاهتمام أو الاعتناء بالمرضى die Patienten يعني المرضى الفعل زيش كمان أم معناه اعتنى ب أو اهتم ب وفعل فعل انعكاسي بلوس أكوزاتيف يكون معه حرف جر أم وكذلك يكون بلوس أكوزاتيف ميديكامنت <applause> جيبت يعني وكيفية إعطاء الأدوية جيبن يعني أعطى يعني يعطي دي ميديكامنت يعني الأدوية und <applause> einfache Untersuchungen macht. وكيفية القيام بفحوصات بسيطة. Die Untersuchungen وهي الفحوصات. أين هنا معناها بسيط يعني فحوصات بسيطة. Die Erfahrungen in der Praxis haben mir viel beigebracht. لقد علمتني التجارب التطبيقية الكثير. Die Erfahrungen وهي التجارب. in der praxis يعني التطبيقيه التجارب التطبيقيه دي براكسيس هنا معناها التطبيق باي bringing فعل منفصل معناه علم يعلم بلس داتيف دي اونتاش توتسون مايناليرا يعني دعم اساتذتي دي اونتاش ويعني الدعم und die zusammenarbeit mit erfahrenen krankenschwestern و التعاون مع الممرضات دو خبره ارفان يعني دو خبره متمرس ديت زوزامن اربايت وهو التعاون هابن ميا جهولفن سلبست بيفوستا سوفيردن ساعدوني هابن ميا جهولفن الفعل هيلفن في الماضي وكما قلت فعل بلوس داتيف لكي أصبح أكثر ثقة بنفسي زلبست بيفوست يعني واثق من نفسه زلبست بيفوستا وهي صيغة المقارنة للصفة زلبست بيفوست وتعني أكثر ثقة بنفسه مير gefällt دي أبفيكسلون إن ماينم جوب يعجبني التنوع أو التغيير في مهنتي in my job يعني في مهنتي their job هي المهنة أو الوظيفة the abwechslung يعني التنوع أو التغيير الفعل gefallen يعني أعجب هو فعل plus داتيف und die Möglichkeit anderen Menschen beizustehen وإمكانية دي مكليشكايت يعني الإمكانية الوقوف بجانب أشخاص آخرين أو مساعدة أشخاص آخرين بايشتين فعل معناه وقف بجانب ساعدة يتست يعني الآن نخماين أوس بعد تدريب المهني بين إيش جلوكليش أس فيستا تسو أبايتن

أنفلس نيمن يعني أثر على دي جزوندهايت وهي الصحة إست اينو إغفروليشي أفغابي هي مهمة مرضية إغفروليشي يعني مرضي دي أفغابي وهي المهمة يدن تاك لرنو إيش إتباس نويس يعني كل يوم أتعلم شيئا جديدا يدن تاك يعني كل يوم It was nice, يعني شيئا جديدا. Und verbessere meine Fähigkeiten. وأحسن مهاراتي. Verbessern, يعني حسن يحسن. Die Fähigkeiten, وهي القدرات أو المهارات. Wenn ich sehe, dass es einem Patienten besser geht, عندما أرى, wenn ich sehe, sehen, يعني رأى يرى. أن مريضا تحسن أينم باتسينت يعني مريضا فخويت مش داس يعني يسرني ذلك أو يفرحني ذلك زيش فخوين يعني سر أو فرحة فعل إنعكاسي بلوس أكوزاتيف und gibt mir die Motivation ويعطيني الحافز أو الدافع die Motivation يعني الدافع أو الحافز mein bestes zu geben. يعني بدل قصارى جهدي مَايْنْ bestes in meinem job يعني في عملي treffe ich viele unterschiedliche اقابل العديد من الناس المختلفين treffen يعني قابل او التقى unterschiedlich يعني مختلف und das macht die وهذا يجعل العمل شيق spannend يعني شيق manchmal ist es anstrengend أحيانا يكون الأمر مرهق manchmal يعني أحيانا anstrengend يعني مرهق aber das macht mich stolz ولكن هذا يجعلني فخورة stolz يعني فخورة etwas Gutes

يعني فريقي يساندني أو يقف بجانبي. zur Seite stehen plus Dativ تعني يقف بجانب أو يساند. das Team هو الفريق. und wir arbeiten zusammen ونحن نعمل سويا أو معا zusammen. um den Patienten eine gute Betreuung zu bieten. لتقديم الرعاية الجيدة للمرضى دي خويو وهي الرعاية بيتن يعني قدم